مساء الخير جميعا مرة تانية، وسعيد جدا ان انا اكون مع حضراتكم النهاردة واكون في المكان الجميل اللي احنا فيه ده. الحقيقة لما باجي العالمين وانا يعني ما جيتش كتير، انما ابتديت اشوف، جيت مرة زمان قوي فترة سابقة من حوالي 7 سنين او 8 سنين، وجيت دلوقتي. فاول ما باجي العالمين الحقيقة بيخطر على بالي شوية خواطر، واسمحوا لي احاول ان انا اشارككم في الخواطر دي بشكل او باخر. اول حاجه في الخواطر دي هي فكره الرؤيه. احنا تعلمنا دايما انه التاريخ هو اللي بيثبت مدى جدوى ومدى وجاهه الرؤيه وليس شيء اخر، مش الحديث عن الرؤيه نفسها. انا كنت موجود الحقيقه لما القياده السياسيه اتكلمت عن العالمين كرؤيه لمنطقه في الساحل الشمالي وتطوير الساحل الشمالي عشان ياخد حقه من السياحة الشرق أوسطية أو آسف الميديترينيان أو الخاصة بالبحر المتوسط. وأظن النهاردة اللي احنا بنشوفه سواء كان في العالمين أو في الساحل الشمالي بيثبت أن الرؤية كانت صائبة وأن الرؤية قابلة للتحقيق، وأن الرؤية هتضيف شيء كبير قوي لمصر ولصناعة السياحة المصرية وللشعب المصري نفسه. الحاجة التانية اللي بتخطر على بالي أول ما باجي هنا هي التفاؤل. لما بشوف قدامي استثمارات كبيرة جدا وبشوف ثقة من القطاع الخاص ومن المستثمرين في مكان، بحس إنه في تفاؤل بالمستقبل. والعالمين أظن كمية الاستثمارات اللي موجودة قدامنا والاستثمارات اللي جاية وطالعة في المستقبل تدعو للتفاؤل وبتقول إن بكرة أكيد إن شاء الله أحسن من النهاردة. الحاجة الثالثة هي ان العالمين بتمثل بالنسبة لي هي والساحل الشمالي الوضع الامثل للسياحة. انا دايما بقول السياحة هي صناعة قائمة على حرية وسلامة وجودة، حرية وسلامة وامن، انا اسف، الانتقال والتنقل. العالمين مكان تقدر تنتقل اليه بسهولة وبامان، العالمين مكان تقدر تتنقل فيه بسهولة وبامان، تتمتع فيه بالحرية الكافية، بتقدر تعيش اللايف ستايل بتاعك أو حياتك بالشكل المظبوط أو ما تريده، طبعا مع احترام العادات والتقاليد، وكلنا عارفين ما هي حقوق وواجبات السائح على مستوى العالم كله.